دكتورة نهى الزيتون رئيسة التيار بنت النيل، وأنا بحضر النهاردة بدعوة من الأستاذة هدى بدران. بصراحة اتفرجت على الندوة فيها لك كتير وكلام كتير، أنا مش فاهمة يعني هم عايزين ايه في الآخر. اللي أنا ما فهمتش فيه ان هم بيهاجموا الرجالة، والرجالة هي اللي بتقول للستات لا ما توصليش، وهم اللي بيخلوا الست ما توصلش للمراكز. لا طبعا، الست اللي عندها فكر كويس واللي عندها عزيمة بتوصل، والرجل دايما في ايدها، والرجل هو اللي بيوصلها وهو اللي بيساعدها. في كلام كتير جوه أنا ما عجبنيش صراحة. حتى يعني في أخت برضو كريمة من الأخوات اللي قاموا وكانت لسه في أسيوط ورجعة، الست بتقول لهم عن تجربة، لقيت طبعا التهريج، ويعني أسيوط فيها ناس معدمة معهمش كرنهات، ما معهمش حتى الأيديهات بتاعتهم اللي هيروحوا ينتخبوا بيها. فجت أخت مثلا من القاعدين قالت ما المصري القومي المرأة بيطلع بيقولوا عليها ايه، بطاقات. طب فين البطاقات دي؟ ده احنا خلاص داخلين على الانتخابات. الناس دي مهمشه، الناس دي قاعده في التكييفات زي ما انت شايف كده، انت جاي لقيت في تكييف. الناس دي عشان نروح لها، انا عايزه حد من العشرة حتى او ثلاثه منهم اللي على المنصه يروحوا يخشوا الاماكن دي ويروحوا ويشوفوا مشاكل السيدات دي. الحمد لله انا عملت حاجه، والحمد لله ان شاء الله هتنجح، وان شاء الله هتنجح بيكم. واهم حاجه دي شباب مصر والفتيات مصر اللي اسمها بنت النيل. بنت النيل دي انا جبت كل البنات اللي هما انا بقول عليهم كانوا مهمشات، ما فيش واحده هتبقى مهمشه بعد كده. لازم كلهم يقفوا واقفين وقفه واحده، ولازم ناهلهم، ولازم نسمعهم، ولازم نفهم هما عايزين ايه. كل اللي انا شايفاه دوت بصراحه مش عارفه يعني، الله اعلم، يمكن عشان اخر السنه بقى فبيبتدوا يلموا شغلهم علشان الدفع، وعلشان تعرف في حاجات كتيره فيها تمويلات وفيها كلام من ده. لكن يا ريت بقى يعني حنوا شويه على الناس، بدل ما تعملوها هنا انزلوا منطقه في امبابه، انزلوا منطقه في ولاء التكرور، انزلوا في مناطق مهمشه كتير. يا جماعه في ناس كتير غيرنا خالص، في ناس لابسه جلابيه وفي ناس لابسه عبايه، هم كلهم لابسين كده؟ هو انا كل ما اروح حته ليهم لابسين كده؟ فاهم يعني لابسين اللي على الحاجات السينيهات. يا جماعة ما ينفعش، في ناس كتير محتاجة، في ناس كتير محتاجة. ومعايا واحدة عاملة لسه تور مع بعضينا، لأن هي طبعا دي تعتبر معايا في بنت النيل وفي الحزب المصري. فالبنت دي أو السيدة دي قامت بجولة جميلة جدا في منطقة اسمها أسيوط، ولا خلاص ما فيش حد عارف يعني إيه أسيوط. أسيوط لما هي خدت بالك هما بتتكلم عن أسيوط، أوه ياي ماما، مش ممكن يا جماعة، مش ممكن، ارحمونا بقى الرحمة لوجه الله. أقدم لك الأستاذة كريمة إمام بالتجربة بتاعتها في أسيوط، وهي ممكن تكون أحسن مني إن هي تقول لك تجربتها. اتفضلي يا أستاذة كريمة. أنا كريمة إمام، أمين عام المرأة بالحزب المصري الديمقراطي، ورئيس لجنة المرأة جمعية الوطن للجميع حقوق الإنسان، وعضو مؤسس البرلمان النسائي المصري إن شاء الله تحت التأسيس. أنا بس جاية أوصل رسالة هنا، وما مدعونيش للندوة أولا. دي حاجة، أديك أهو يعني أدينا بنقول إيه، مشاركة المرأة. طب ما يجيبوا المرأة اللي اشتغلت هم اللي يدعوها، يجيبوا المرأة اللي بتشتغل، مش يجيبوا المرأة اللي بتلبس معلش يعني تحط البرفان وكده. ده دي حرية شخصية، بس أنا عايزة أوصل إن في خط السعيد مهمش بطريقة. أنا دخلت ببيوت 18 بيت ما يعدل 175 سيدة صعيدية، قعدت معاهم ولا يعرفوا حاجة عن التعليم ولا يعرفوا حاجة عن الصحة، وآخرها واحدة بتقول لي والنبي طب ما تيجي معايا الوحدة الصحية أطعم ابن بنتي السنة ونص، أشيل الولد وأروح. يرد الموظف يقول لي ما عندناش تطعيم السنة ونص. أدي حاجة اهي، حاجة صغيرة لأبنائنا. وحاجة تاني، إن الست في الصعيد على يعني يترفع لها القبعة، الست دي بتشقى طريقة زيها زي الراجل. ليه المجلس القومي للمرأة، ليه الاتحاد النوعي لنساء مصر ما يروحوش ينزلوا كوادرهم يلفوا على الحقيقة، يقولوا إن إحنا كأحزاب لو هم عندهم الكعب العالي إحنا لا بنحب نمشي. معلش لا مؤاخذة، أنا كنت بمشي في التحرير حافية، وأكيد ليا لقاءات كتير مع يقين وأنا كده، بس أنا بقول انظروا للمرأة المصرية، انظروا الناس، الدنيا هتقع. الناس بيوقعوا سيادة الرئيس، الوزارات هي اللي بتوقعه. والله ده في كارثة المزارع بتاعة ديروت، كارثة لما يكون 37 مزرعة يتقطع عنهم الكهرباء وكل المحاصيل كلها تبوظ كلها وتنحرق في وقت واحد، اللي هو اسمه عبد الناصر. واحنا نزلنا كده في جريدة ثورة مصر، عبد الناصر يتحدى السيسي اللي هو رئيس قطاع الكهرباء بديروت. يا ريت يا ريت يا ريت حتى شباب يقين، يا جماعة روح. انا عملت انا والدكتور ياسر جمال عملنا تقرير
والله والله يشيل ثلاث وزارات، يشيل ثلاث وزراء من الوزارات بتوعهم، وزير الكهرباء، وزير الصحة، وزير المية. والله كمان مرة أنا شفت الرمان عينيا بكت، رحت قلت نظرة يا حكومة، وبقت حملتي على ديت نظرة يا حكومة، نظرة مش اللي في القاهرة والجيزة، نظرة للي هم في خط الفقر أو خط اللي هم بيقولوا عليه خط السعيد. الراجل قالها كده، وعندي التسجيل، قال يا سيادة رئيس الوزراء أنت عايزني أبقى بلطجي؟ هبقى بلطجي عشان وزير الكهرباء عايزني كده، هجيب آلي وقف على الطريق وأجيب حقي وحق أولادي اللي راح. الراجل راح منه غير ما بيتقاضى فلوس، الكارثه بيتقاضى فلوس. مزارع يقول لي ده خد مني 180,000، اللي هو اسمه اللي هو عبد الناصر ده، وكيل اول وزاره قطاع هناك الكهرباء في محافظه اسيوط ومركز ديروت، يقول لك اللي يقول لك ده خد مني 60,000، واللي يقول لك خد مني 10,000، واللي يقول لك خد مني 8,000 عشان يرجع لنا الكهرباء تاني. واتريتا كله بيعمل علشان ياخد الاراضي دي من الناس دي، بيقيد عليها. دي حاجة تاني، انظروا الخط السعيد. انا بطلب من المسؤولين وبناشد جميع المسؤولين المعينين عن الدولة دي، وبناشد السيد الرئيس بشخصه وبزاده، شوف ايه اللي بيجرى في السعيد، شوف يا ريس ايه اللي بيجرى في صعيد مصر. صعيد مصر اللي ليهم تاريخ، تاريخ كبير قوي، اتحكى في عملية في عمل درامي كده اللي هو يحيى الفخراني لما قال ايه يا صعيدة انا بقيت مخجولة، وهم بيقولوا انتوا جايين لنا من القاهرة تعملوا معنا ايه. والله قالوا لي كده، قالوا لي جاي، قلت لهم انا جاية لمهمة اعمل ندوة بسيطة عن التعليم والصحة. قالوا لي تعليم، تعليم ايه؟ تعالي شوف المدرس اللي بيخلي عيل يقرا الدرس وبعد كده اقول لهم يلا اكتبوا الدرس ثلاث مرات. ودخلت مدرسة وشفنا ده، وشفت ده انا والفريق العمل اللي كان معايا. شوف بقى لما طالب يقرا 120 طالب يستوعبوا ما يستوعبوش. تعالى للإعدادي، إن من كتر الإعلام على قضايا التحرش، وكل واحدة جمعية مسك قضايا التحرش، واحدة ستة قالت لودي بنتي للإعدادية، ولد يمسكها قدام المدرسة ولا كده، قعدوها من ستة والله متفوقة وجايبة كم 88% في ستة ابتدائي، يعني بنت متفوقة ليه؟ والأطفال ما عندهمش شهادات ميلاد، والسيدات كارثة اللي ما عندهمش بطايق قومية، ينزلوا بتطلبوا انتخابات والناس ثلاث ارباع الشعب ما يحملش بطاقة قومية، وبالذات السيدات. فين ما غيرتوش ليه ثقافات الناس دي؟ ما غيرتوش، ما نزلتوش ليه؟ قلت لهم حقك بطاقتك زي ما بيتقاضى. المرأة في الأمطية أبو سيارة، سوري بقى أنا هتكلم علني، أمطية أبو سيارة هم اللي هيقعدوا في البرلمان، مش اللي تعبوا شقي وبينادوا بحقوق الناس الغلابة. وبالحين بس يقولوا لي الاحوال الشخصيه والاحوال المدنيه، تغيير القانون مش تغيير، لا انا عايزه واحده من اللي قاعدين في القاعه دول تروح محافظه او تروح مركز او تروح قريه بس، وتصور نفسها كده وتقول انا مع الناس هناك. هو ده عمل المراه، ده اللي قدامي. انا لما رئيس حزبي كلفني الاستاذ فتحي سعد قال لي يا كريمه انت رايحه اسيوط، سبت ثلاث اولاد، والله سبتهم في بيت ابوهم، سبت ثلاث اولاد ورحت وخميس وجمعه وسبت، وجيت الحد وصلت بيتي 5 الفجر، ما اختشتش اللي انا داخله والناس نازله تصلي البيت اللي جنبي. اولا التوعيه، احنا نتكلم ان لو انا عندي توعيه ولو انا عندي قناعه بالعمل دوت هعمله وانا بكل حب، انما مهدره مش هعمل حاجه. الاول فين مثقفين مصر؟ انزلوا قولوا للناس، قولوا ده مشروع قومي، انزلوا اعملوا في المشروع القومي. انما الست تقعد معلش تروح وتشتغل، وفي بعض الرجاله اللي بيتقاضوا على فات قد كده ما يروحوش. انا واحده من الناس عملت مرتين دعوه لزياره من خلال الحزب لزياره قناه السويس، ما حدش رد علينا. قلت ويعني اقول لك قلنا نروح نشوف ونوري السيدات اللي هم، وجبت اتوبيس وده وده، بس الدنيا ما طلبوش. يقول لك ما طلبوش، يعني ما وافقولناش، احنا طلبنا هم ما وافقوش. انما انا بقول تفعيل دور المرأة سياسي يجب ان يكون في الايام القادمة بدل ما نداس في الرجلين. شكرا.